كثير من الدول العربية بدأت تطبق حظر التجوال كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتنوع أوقات الحظر بين الجزئي والتام وفقا لمدى انتشار الفيروس، وبالطبع تقع على عاتق الشرطة والأجهزة الأمنية مسؤولية تطبيق الحظر. في المغرب تقوم دورية شرطة بفحص أوراق أو التصريحات التي يحملها أحد الشباب. عندما لم يقتنع الضابط بجواز خروج هذا الشاب، ماذا سيفعل؟ يقوم بصفعه وتعنيفه قبل أن يأمره بالذهاب أو بالدخول، ويظهر في مقطع آخر أثناء ضربه لشابين آخرين، فيصفع أحدهما مرتين على وجهه ثم يركل الآخر، وبعدها يأمره بالابتعاد. وحدث ذلك في منطقة عين حرودة قرب مدينة الدار البيضاء. أثار هذا المقطع جدلا كبيرا في المغرب، حيث دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق إداري وقضائي بهذه الواقعة. دعونا نأخذكم إلى بعض من ردود الفعل على مواقع التواصل على هذه الحادثة. أم لها تقول: لم يرد في مرسوم الطوارئ استعمال العنف والكلام الحاط، هناك غرامة وسجن. هذه الممارسات إن وجدنا لها في كل مرة مبررا لن نرتقي أبدا. أما حامد محب فله هذه التدوينة يعلق فيها حامد: نحن نحتاج لسلطة صارمة في هذه الظروف، وإلا سيتفشى المرض بشكل خطير، لأن هناك من لا يفهم ولا يمتثل، وهو خطر على نفسه وأهله ونحن جميعا، فنحن في مركب واحد، إن نجونا نجونا جميعا وإن غرقنا غرقنا جميعا. عز الدين الغداري يقول في هذه التدوينة: رجل القانون عليه تطبيق القانون بدون ركل ولا ضرب، لأن الصلاحية المخولة هي تطبيق العقوبة التي نص عليها المرسوم الصادر مؤخرا، خاصة وأن الأشخاص لم يبدوا أي نوع من المقاومة أو الاعتراض. وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت قال في تصريح عن الواقعة، يقول: المغاربة اليوم يوثقون أي حدث بهواتفهم، وفي مثل حالتنا هذه توجد انزلاقات، والله يكون في عونهم، يشتغلون 24 ساعة ويطالبون الناس بالدخول إلى منازلهم، حتى الآباء يضربون أبنائهم حين لا يسمعون إليهم. إذن لم يكن تعامل الأمن المغربي عنيفا في كل الحالات، تحول بعض أفراد الأمن إلى مشاهير، مثل هذه السيدة المعروفة بالقائد حورية في مدينة آسفي جنوبية غربية المملكة المغربية. خذوا الدروبة، الدروبة الله يجزيكم بالخير. كتجيو عندنا المقاطعة كنتعاملوا معاكم. جا الوقت فين تردوا لينا الدين. الله يجزيكم بالخير لما تدخلوا لديوركم. الظرف صعيب ومحنة كبيرة صحية كتمر لنا بلادنا والعالم كامل. أنا كنرجع الأمهات وكنعتذر لكم لما سمحوا لنا وشدوا وليداتكم في الدار. لقد أعذر من أنذر. أثارت من تعرف بالقائد حورية الإعجاب بعتابها للناس ومطالبتهم بمغادرة الشارع بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية. لم تكتفي بذلك، بل اقترحت عليهم مثلا تعلم اللغات، ممارسة اليوغا، مراجعة الذات في أيام حظر التجول. اللي غتبعوا فيها الدروس ديالكم، اللي عنده شي حاجه يمشي يقضيها، تعلموا لكم شي لغه اجنبيه، ديروا شي حاجه زوينه في حياتكم في ديوركم، نقزوا في ديوركم، ديروا اليوغا، عطا الله ما يدار في الدار. هاد العشرين يوم ديروها مراجعه للذات، نقصوا عليا شويه من خيطي بيطي زيطي. ماذا عن السعوديه؟ في السعوديه اعلنت وزاره الداخليه أن من يخالف أحكام منع التجول سيتعرض لغرامة قدرها 10,000 ريال سعودي، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار، وأن من يكرر مخالفة منع التجول للمرة الثالثة سيسجن لمدة تصل إلى 20 يوما. وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر رجل أمن يحرر مخالفة قدرها 10,000 ريال، ويقوم بنصح سائق السيارة، وأكد أن هذه القرارات تأتي حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا. الآن يتم تحرير المخالفة من قبل رجل أمن 10,000 ريال. الأمر جدي، قلنا خلوكم في بيوتكم، صور بس اللوحة وروح الله يستر عليك. حفاظا على سلامتك.
حفاظا على سلامتكم امركم بامر بارك الله حفاظا على سلامتكم انت طالع وقت بعد الامر. في اسبانيا التي تصنف الرابعه عالميا من حيث انتشار الفيروس، فاجأت دورية شرطة أهالي أحد أحياء مايوركا، وبدأ عناصرها بالعزف وغناء أكثر الأغاني الأطفال المحببة في إسبانيا. سرعان ما تفاعل الجيران مع هذا الشرطي، دعونا نتابع. يا